بسم الله. احنا اتعلمنا ازاي نرسم سيكشن، ولقينا بطريقة سريعة جدا نقدر نرسم سيكشن في اي مكان عايزه. عايزين نشوف دلوقتي ازاي نرسم سيكشن في 3D. بسيطة جدا جدا، هاجي على 3D، اسألك كليك يمين بروبرتيز، هلاقي عندي حاجة اسمها سيكشن بوكس، هعلم عليها تظهر معايا واقول له اوكي. بلاقي في بوكس صغير طلعلي حوالين الرسمة اللي انا راسمها في 3D، بعلم عليه تبدأ تظهر لي أسهم كتيرة. الأسهم دي أقدر عن طريقها إن أنا أكبر البوكس وأصغره. تمام، بص لما أصغر البوكس اللي هيحصل، اترسمت سيكشن 3D في ثواني. بص هنا في الجانب دوت، دلوقتي هدوس شيفت عشان تشوف السيكشن مرسوم ازاي. بكل بسيطة جدا بقدر ارسم سيكشن، كمان اقدر اعمل روتيت لو انا عايز اخد سيكشن بطريقة مائلة. السيكشن هو اترسم بطريقة سهلة جدا، واقدر اكبره واصغره زي ما انا عايز، اخد القطاع اللي انا عايزه في قلب المبنى. تمام، ادوس شيفت وعلى السكرول يبدأ المبنى يتحرك معايا. تمام، ترى سهل جدا، ما فيش اي حاجه، بلاقي نفسي رسم سيكشن عمرو سليم.